كان في تايوان على ما اعتقد يعني، متهيألي كان في عدد كبير من بقى اللي هم ايه بيحبوا الجيمز جدا بقى، واللي هم الجيمرز بقى والكلام ده اللي هو اللي احنا عارفينه. حصل حادثه هناك بشكل يعني كانت مفجعه بالنسبه لهم، ان في حد في احد المقاهي يعني ان هو فضل يلعب لمده 5 ايام، والراجل ده مره واحده حصل له زي بيقولوا ايه سكته، او ان هو توفى في لحظتها. 5 ايام بيلعب الجيم وقاعد بيلعب، وطبعا زي ما بيقول كده مسحول مع اصحابه بقى يعني، فاهم انت اللي هو ايه مع اصحابه. فالناس قالت لا قدر الله دي جريمه قتل ولا دي جريمه عاديه. اتضح الموضوع ان هو لا ما لهاش علاقه خالص بجرائم القتل يعني، وان الموضوع حصل ان هو مشاكل بقى في القلب، وان حصل ليه لخبطه داخليه من كتر ان دماغه مع قلبه مش مستحمل ما بينامش، بيشرب بقى منبهات بشكل مبالغ فيه جدا، وطبعا كمان اللي بيدخن مع القصه دي. فمره واحده بيحصل حاله يعني الجسم مش فاهمك، ما انت بقالك 5 سنين في انفعال، انت بقالك طول الوقت في انفعال سواء بتكسب او بتخسر، يعني الجسم برضو وصحتك النفسيه عماله من حاجه عاليه جدا لحاجه اقل، وطول الوقت انت عمال تكسب وتخسر، فده بالتالي هيسبب طبعا الانهيار للاعصاب، وزي ما ادى كده لموت الراجل التايواني ده. لكن كمان الدراسه الصينيه بتقول ليه الراجل بيرفض فكره الخساره، يعني النهارده الرجاله اللي بتلعب اي لعبه بيبقى رافض ان هو ما خسرش، لا او انت كسبت مش بمجهودك ده لان الراجل يعني بيرفض الفكره دي، هو في حاجه عند الرجاله كده ترفض ان انا اخسر، انا لازم اكون طول الوقت شكلي حلو، شكلي كويس قدام الناس، فمش هخسر عمري في حياتي، وحتى لو خسرت لا ده الكسبان ده كسبان كده، وانا النهارده مش يومي. هو الراجل دايما والشباب الرجاله هم ايه بيحسوا ان هو عايزين يثبتوا مهاراتهم يعني بشكل كبير، انا مهاراتي جامده، انا بعرف اعمل الحاجه دي فهبان ان انا جامد فيها يعني. هي طبعا حاجات كلها سلوكيا يمكن احنا بنكتسبها غلط، والبعض مننا يمكن اللي بتربى عليها بشكل خاطئ يعني، وفي الاخر لو ملهاش متابعه دي كارثه اكبر. واحنا هنا برضو بنتكلم بصوت عالي، اصل هم هنا زي ما هم قايلين بالظبط، الموضوع مش بيفرقوا ما بين واحد عنده 7 سنين ولا 70 سنه، لا طبعا هي حاجه داخليه جوانا وغريزه داخليه جوانا، ان اللي مش بيعرف يلحق نفسه ومش بيعرف يفصل ومش بيعرف يعمل كنترول على نفسه ومش بيعرف كمان ان هو يعرف ان هو عدى المرحله اللي هي الصعبه خلاص ودخل في مرحله اصعب، يبقى انا دي عنده مشكله ولازم حد ينبهه. وساعات بعض الامور زي ما كنا بنتكلم قبل كده هنا مع بعض، وبعض الدكاتره بيقولنا ان في البعض بيحتاج متخصصين واطباء علشان خاطر يعالجوهم، فنخلي بالنا لان احنا برضو ايه في مرحله الاطفال الصغيرين دلوقتي مرعبين. يعني ايه مرعبين؟ يعني احنا في عالم وهم في عالم تاني، فانك تتواصل معاهم وانك كمان تحاول تسيطر بشكل معين، على ما اعتقد الموضوع محتاج مجاهده ومحتاج يعني جهد اكبر علشان خاطر تعرف تعمل المعادله الصعبه وتمسك عصا من النص. زي ما انت بتتكلم كده يا فاروق، الجيمز دلوقتي بقت بتتنافس في الشراسه، بتتنافس ان ازاي اخلي انفعالك طول الوقت والادرينالين عندك عالي، ازاي ما تقفلش اللعبه وازاي تفضل مكمل، يعمل لك طول الوقت حاجات عشان تخليك تدمن ان انت بتلعب اللعبه دي، والموضوع بقى صعب جدا زي ما فاروق كان بيتكلم. ولازم ناخد بالنا ان الموضوع حلو في جزء من الاجزاء، لكن هو مضر جدا لاطفالنا بالذات، لان خلاص الكبير ده برضو احنا بنتكلم ان هو عدى مرحله تكوين لمخه سواء كان اتكون او ما اتكونش، بس هو عدى مرحله كبيره، لكن الطفل ده بيبقى محتاج لالعاب تنمي قدراته اكتر، لالعاب تنمي ثقافته وتثريها كده زي ما بنتكلم، لكن مش حاجه بتهدم ده وبتعلي الانفعالات عنده وتخليه طول الوقت غضبان، طول الوقت مش بيتكلم كويس مع اللي حواليه حتى بابا ومامته في البيت. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك هنا ان في دراسه برضو تانية اتعملت ان في 20% من الاسر بتبعد ولادها عن الاصدقاء وبعض كمان المقربين من العيله اللي هم عندهم بعض المشاكل يمكن اللي خاصه بالجزئيه دي، اللي هو العنيف، اللي هو مش بيقبل الخساره، اللي هو داخل في مرحله اللي هو التعمق الزياده عن اللزوم. فبيقول لك ان في نسبه تعتبر 20% برضو يعني نسبه الى حد ما يعني ممكن تبقى مقبولة بالنسبة للفكر يعني ان احنا ممكن ازاي نعممه، لكن برضو خلي بالكم معنى كده ان هو شايفين ان بيحصل مشكلة، وانت فعلا لو جيت تفكر فيها هتلاقي ان هم كلهم بيلقطوا من بعض. هتلاقي الطفل من هو صغير لو اتعود ان صاحبه
مثلا يعني اناني، ما مش عايز، مش متعود على الخساره، انا ما ينفعش اخسر والكلام ده، هتلاقي دايما رد فعله لحد ما يكبر بنفس الطريقه لو ما تعالجش او ما تظبطش السلوك ده. علشان كده دايما ايه بيقولوا برضو من ضمن الكلام ده، عودوا اولادكم من هم صغيرين ان اي رياضه واي لعبه فيها مكسب وخساره بالزبط. وانت بتعملها عشان خاطر تتبسط بيها، وفي الحالتين انت كسبان. هتكسب كان بها، خسرت اتعلم ازاي بعد كده تتقبل الهزيمه ومنها تكسب. في اي رياضه بقى، في اي لعبه،